وور ان ايران اني واي وود بي مع حرب في لبنان على كافة الأحوال ستكون مدمرة. لديك اقتصاد العملة فيه تعاني أزمة ساحقة، و 85% من الناس تحت خط الفقر، وعملة قد خسرت القدر الأكبر من قيمتها، معايير المعيشة قد تدنت، الحكومة لا تقدم الخدمات، والشعب لا يدفع لهم أجورهم. فإذا لبنان على المحك، ولكن ما أراه بالنسبة للعراق بأنه إذا شنت حرب سترى متطوعين، إيران سترسل الحشد الشعبي وستغرق لبنان وستبدو كسوريا. أتحدث عن مع قوات داعش والمقاتلين الأجانب الذين سيظهرون، وسيبدو بأن العراق بعد 2003 مع مهمة الولايات المتحدة حيث ظهر المقاتلون الأجانب من تونس والقاعدة، وهذا ليس بالأمر الطيب أبدا. ولكن العراق في اعتقادي هي نقطة مفصلية من العلاقات مع الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن قوات الولايات المتحدة وانسحابها أو انتهاء الحلف في العراق، ونتحدث أيضا عن البنك المركزي ومصارف أخرى والتي تقوم بالعمل منتهكة العقوبات وإرسال الأموال إلى حسابات الحرس الثوري الإيراني. أعتقد بأن هذا سيوتر العلاقات أكثر. ولكن لديك حكومة عراقية في حالة أزمة بالطبع، لأن إدارة السوداني كانت تتجسس على خصومها السياسيين. فإذا أعتقد بأن الأوقات عصيبة للغاية بالنسبة للعراق، وإمكاني أن أتخيل إذا انتخب ترامب وعاد إلى منصب الرئاسة، فبإمكاني أن أتصور بأن إدارة ترامب الثانية ستنهي التنازلات في الطاقة التي قدمت إلى حكومة العراق من أجل أن تشتري مصادر الطاقة الإيرانية على كافة الأحوال. وهذا أمر قد استفادت منه إيران على مر سنوات عديدة، وللعراق أيضا أوان العراق لتنتج طاقتها وأن تستثمرها وتحسن استخدامها.